أسلوب القمع لا يجدي نفع. تركبوا سفينة الحق والنجاح. من يقول كلمة الحق سجنه. صيب. مع العلم أن حاجز الخوف الآن قد انكسر والكثير من الشعب ليسوا بدون. أنا أفتخر أن مثل هؤلاء في بلدي وأتمنى أن تتدفق الآلاف من التسديدات على هذا الموضوع. والشعب المسكين 25% من الشعب تحت مستوى الفقر. أغنى دولة بالعالم. فوق كل ذلك دعموا السيسي الذي يقتل الشعب المصري. قتل أكثر من 10,000 مسلم بأموال. بطالة، فقر، جريمة، فساد، ظلم، فوضى، احتضار للناس وإهانة لأشراف كبار. لا تترددوا أبدا، فعملوا مثل هذا من أعلى درجات الجهد. هذا اسمي عبد العزيز محمد بعد الدوسري. هذا هو عبد الرحمن علي احمد القرية العسير. انا عبد الله مبروك بن عثمان. انا شيماء محمد المالكي من ابها والاصل من الجنوب بني مالك. هذه بطاقتي الشخصيه شيماء محمد حسن خالدي من ابها.